السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس، اموركم هانيه، احوالكم جيده، كلشي سانك. نتمنى ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ونقصكم حتى شي خير. المهم مرحبا بيا معكم، مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بيا. شكرا للناس اللي كيصيفطوا لي لي ميساج في الانستغرام، بوسه عليكم كاملين. بالنسبه للانستغرام ديالي البنات، حيت بزاف كتسولوني عليه، حيت انا الصراحه ما ماشي من داك النوع اللي كنخدم على الانستغرام ديالي، دونك سوق الانستغرام دايره غير الا ود زعما هكا باش نبقى نتواصل مع الناس. الانستغرام ديالي نخلي لكم لتحت صندوق الوصف، دخلوا ليه الا بغيتو، كنتو باغيني ولا نهضروا ولا هادي هانتوما هنايا. المهم لقيتوني انا وبنتي، راه كاينين دابا انا وبنتي في الطوموبيل، عشتو مع حد داكم في كاين الجزائر باش هلا في الطريق. انا وبنتي قلت لكم راني غاده هبطت لدارنا، ايوا هذا مكان، وغادي غير غادي نمشي نهبط لتما، ومن بعد غادي نرجع نطلع باش نطلع عند حميد، حيت اليوم دايرين هاد العشيه نخرجوا انا وياه، راكم عارفين حيت بزاف ديال الحوايج مازال خصهم يتوضحوا، حيت ماشي مهم. بغيت نقول للناس كاينه شي حوايج راه ما كنعاودوش هنا كلشي، والناس اللي كيعرفونا في العائله والناس اللي عارفين شنو كاين هما اللي فاهمين الامور وهما اللي عارفين، وميمكنش انني نجي ونبقى كنهضر غير اللي كنقولو. انا تعلمت واحد الحاجه كبيره من هاد يوتيوب، انه انا من نوع ماشي غير في يوتيوب، اقسم بالله ما غير في يوتيوب، راه في حياتي اليوميه انا كنعاود كلشي. شي في حياتي اليوميه تلاقيني بالزنقه ما كنعرفكم، كتعرفيني تجلسي تهضري معايا نبقى نعاود لك نخبي عليك قلبي، نعاود بلا ديطاي، ما ننسى ما نزقلت حتى شي حاجه. انا هكا ديما يعني من نهار عقلت على راسي وانا بحال هكا، ما عرفتش هاد الطبيعه هذه، اخيب طبيعه، وهذه من الصفات الخايبه اللي فيا، وكنعترف بها. هاد الشيء هذه راه من الصفات الخايبه اللي ناري على الطريق كي دايره، عرفتي الطريق كامله محبره، هادو من الصفات الخايبه اللي فيا، وان شاء الله غنحاول انني نبدلهم، وغنحاول انني نحيد هاد الصفات حيت ما صالحينش. حيت ملي كتبقي تعاودي كلشي وتهضري على كلشي كيوليو كتقدري تبيني حتى لي بوين فيبل ديالك، كتولي من بعد كتعايري بهم، وانا ما كيهمنيش داكشي، والله ما كيهمني، ولكن خصني نبدل هادشي. حيت من النصائح ديال بزاف ديال البنات اللي كينصحوني كيقولوا لي خصك تبدلي هادشي، ما خصكش تبقاي تعاودي كلشي. راه في الزنقه البنات اللي كيعرفوني يعني كنتلاقاو في الزنقه، وما يشهدوا بها بكلمه الحق في لي كومونتير، وحق الله العظيم نتلاقى نبقى نعاود، غنتلاقاك في الزنقه نبقى نعاود لك ونشكي عليك ونعاود لك، يعني من الحوايج الزوينين للحوايج الخايبين للحوايج كوارثيين. ايوا هذا ما كان. المهم دابا غنمشي لدارنا، ومن بعد منين نخرج نمشي نتلاقى حميد، هانتوما معايا خليكم معايا تشوفوا. اي ابويا لا عرفت واحد الحراره ما نعاود لكمش هذا بالاهم. المهم انتوا معايا دابا نحبس نهز بنتي. بنات انا وحميد، بن حميد السلام عليكم. بنا فرس النار كايت لك فرس النار هو فرس النار. المهم انا عاوتاني معايا قلت شنو كيعيطوا لي، عاوتاني واحد السميه الناس قالت ديال الجورة سموسي عليها غير بصح الا جيتي تشوفي. المهم بنات لقيتونا يلا غاديين دابا، قال لك السي حميد عارضه عليا لشي بلاصه، وراه قال لك شاري شي كادو ما بغاش يقول لي شنو هو. منين دابزنا وانا كنجمع قالك منين دابزو هو كيخلص فيه، ما عرفتش شنو هو هذا الكادو اللي منين دابزنا هو كيخلص فيه. دابا نسول هذا نعرفو مول الكادو شي صوص مبقاش، لا منين نعرفو مول الكادو غنعرفو مول. سولي شكرا عمي الله يرحم والديك. دابا دايني عارض عليا في واحد الريستو كافي يلاه جديده تحلات في تازه لو بون كوا، حيت انا ملي شفتها في فيسبوك القهوة ديال صديق ديالو بعدا، وصراحة ملي شفت هو قبل ملي كيبريباري ديك القهوة كيصاوبها باينة شي حاجة غتكون توب دو توب لوكس، ومازال ما دخلنا لا أول مرة غنمشي لها. وصراحة الناس كيشكروها البنات، بنات تازة اللي ما عارفينهاش راه تحلات هنايا في كيمشيو لها عائلات وكلشي قال لك 11 جدار أقسم بالله ما إشهار
هذه حصلتكم اشهار. انا مزيونه اقسم بالله ما اشهار. الا جالات عجبوها غير الناس كيشكروا كلشي كيشكروا. انا ماشي اوبليجي عليا انني نبقى ندير انا غير اشهارات. يعني الا بانت لي شي حاجه هكا زوينه واخا كيكون ماشي اشهار ما والو انا كنبارطاجيها وكنقول لكم راه ماشي اشهار. هي دي شو شو هي الكولور من لو بون كوان. هي كاينه في شي هاد البلاصه حميد. هذه الجدارميه. في الجدارميه شتي لابيجي وحده لا بريغاد لا بريغاد ديال الجدارميه وحده اوفيس ليها ديال كي كانت بلوندي ولات كاينه دابا هنايا ستاسيون هنايا اوفيس وين كان ندير لا اوفيس نمشيو نجيب الدوره ونجي ستاسيون سافيس هو كان باغي يستنى لا معليش هو كان باغي يستنى عينا البنات راه حميد ديما كيدير لي المشاكل البنات انا لو بون كوان ريستورون كافي ها هي شتو البنات لقيتونا حنا يلاه دابا راه حنا غاديين لتما يو ها نتوما معانا شوفوا انا شنو لبست الاحمر لو غوج كيبوج وحميد لابس الكحل في الكحل حتى هو دار واحد شويه ديال الحموريه هنايا شوف شوف كل واش هادشي عندك الينا شنو درت لك الحليب درت لك حليب الينا يو صافي المهم دابا راه حنا غاديين وها نتوما معايا اي حاجه درناها اليوم ها نتوما فيها او يا خوتي جميله هاد البلاصه امبيكابلز 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 شي حاجه ولكن مازال ما تقلاش انا ما نكذبش عليكم ما نقول لكم انا ما نكذبش عليكم ما نقول لكمش بلاصه زوينه حتى ندوق راه نقدر ني ندوق يتبدلوا لي الهوايات يتبدلوا الاراء المهم انتم معايا غزالاتي كما قلت لكم غنحاولوا اننا نبارطاجيو معكم غير الطاقه الايجابيه وهذا ما كان الغزالات ديالي عرفتو شنو هزيت الميني ديالهم وبقيت عندهم هذا السوشي جميع الانواع ديالو كاع الماكلة ديال الشينوا كاينه هنايا كلشي كلشي ديالهم ديال الشينوا تصدمت بقيت غير كنشوف هادشي يعني حنا في مدينة صغيرة السوشي وداكشي مكانش عندنا ما عرفتش انا كاينه شي ريستو ولا شي حاجة فيها هنايا والله العظيم ما لقيتش شو كانت انا حبيبة لاباس انت كنت شنو دابا ناخد البنات الشكل راه هو هذا كيحطو معاه شنو هادي زعلوكه وحار والهريسه اون بليس الحامض انا ديالي عاد راه كيوجد البلا ديالي هو البلا ديالي انا اللي كومونديت داكشي ديال الشينوا وما نعرفتش هادشي كيفاش غادي يكون ما نعرفتش غادي نضاقو نمد عليكم انا غنعرف ناكل بهذا الشيء راه كما كنعرفش ناكل واو باغي نقول لكم واحد الحاجه مخبوط والله سمحوا لي الا كنت كنخرج شي الفاظ هذه ماشي هذه لما كانوا كيجيو عليا بازلو كيبدا كانوا واحد المخروضين كيديروا لنا المشاكل يجيو انا بداو عليا بدا هادي وجينا عندها غير سمحوا لي الا سمحتوا مني شي حاجه ديال راه نتوما تكونوا يجي بنادم يقول لك واحد الهضره اللي غادي تحمقك راه ماشي غير سمحوا لي الله يحفظكم حميد كيطلب السماحه وانا خدامه نتذوق هذا بحال ديال اللي كلينا الو بني زوين هاد الشي واعر بنين هادشي ديال الشينوي انا تالي وانا معاكم يلا بسلام عليكم البنات شينا الصراحة شو شو بوكرش كي داير شوفوا على بوكرش داكشي بنين الصراحة هاد الشينا داكشي زوين بنين والله العظيم بنين عجبنا وهذا مكان من دابا غادي نخرجو نمشيو ناكلو الديسير أنا نوريكم الديسير ديالنا شناهو ها هي البنات هادي هي لو بونكوا غزالة غزالة الصراحة البنات اللي مازال ما شايفاهاش راه كاينة في الجدرمية غير شدي طاكسي قولوا لي لو بون كوان يجيب لك حتى لتما ها نتوما البنات
البنات شنو قلت لكم؟ يلاه جيت دابا للدار. بغيت حقا بغيت نبارطاجي معكم واحد الزويوت وصلوني من عند واحد لاباج انستغرام، ان شاء الله دابا نبارطاجيها معكم حيت ما نكذبش عليكم حتى كنسيي الحاجه، عاد كنبغي اليوم سييت وعاد دوشت شعري صراحه زوين بزاف. غادي نبارطاجي معكم وغادي نوريكم بلا ديطاي داك الزيت علاش كيصلح وحتى ديال الوجه يلا درتو مره واحده. المهم منين غادي نشوف بانه كاين شي حاجه شي ريزلت زوينه غنبارطاجيها معكم ان شاء الله. ايوا صافي، المهم كي قلت لكم مشينا تفاهمنا وهضرنا على بزاف ديال الحوايج وعلى بزاف ديال عطينا النقط فوق ديالي. كي قلت لكم ماما كانت كتهضر حيت كتقلب على واحد اللعبه ديال بابا وداك الشيء علاش غنبارطاجيه معكم ان شاء الله حيت زوين للشعر بزاف. وبغيت نجاوبكم على لي كومونتير حيت بزاف ديال الناس كتسولوني على بزاف ديال الناس، على بزاف ديال الناس كانوا كيبانوا معايا في الفيديو ديالي شحال هادي عمايم، هادي 3 سنين عاولي 3 سنين ماشي 3 سنين، المهم هادي قدام وما بقاوش كيبانوا ولا عاد كيف ما بقاوش كيبانوا، ولا مثلا كبارطاجي شي حد. شوفوا انا راه حتى حد ما عندي صاحبه، انا ما عنديش صاحبتي، انا صحاباتي كيخرجوا ليا وما نكذبش عليكم. شفتوا اي وحده كتشوفوها مع وحده في فيديوهات راه داك غنفاق حيت راه ما كاينش. شوفوا مثلا تقدر تلقى وحده عندها لاشين طالعه اكيد غتلقى شي حد كيتشبط فيها ضروري، ولا يقول لك لا غا منافق وغا كذاب، ولكن من بعد كتشوفي انه فلانه كتهضر لك فلانه ومن بعد كتلقيها مع فلانه، يعني هنا كتزيدي تاكدي انه كاين غا النفاق. فما نكذبش عليكم البنات، انا من الديبار انا تقت الصحابات وتقت وتغدرت دابا ما نكذبش عليكم ما بقاتش عندي صاحبتي، واللي غادي نعاونها لله في سبيل الله، الله يعاون الله يعاون باش تجي عندي داري ومشي عندها لدارها مستحيل وما يمكنش حيت خرجوا عليا ديال بصح، خرجوا عليا الصحابه ديال بصح ابار الناس اللي في الدومين ديال يوتيوب، ولكن الناس الصحابه ديال بصح خرجوا عليا داكشي علاش صافي انتغدي صحابات. انا صاحبتي هي مامتي راه دائما كنقولها، الشيء الاخر كيبقى غير معارف الاخرين، ناس اخرين كيبقى غير معارف وكتبقى غير مصلحه كيبقاو غير انا كنتصاحب بالنيه مي هما كيتصاحبوا بالمصلحه وربي في الاخر كيبينهم. المهم هذا ما كان الغزالات ديالي، دابا غادي نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد اللي غيكون كله حماس ونشاط، ويمكن غادي نمشي مع حميد باش غادي نختاروا الحولي اللي غنجيبو لبابا حيتاش قال لك ضروري خص راجل كيجيب لي حولي وضروري خصو هو يمشي يشري له الحولي، ولكن كنخاف حميد يجيب لي شي حويله صغيره ولا انا اختكم عينيها كبيره، داكشي علاش غادي نمشي معاه نختاره، ولا يقدر ما نعرفش يقدر ما يمشيش انا، ولكن انا شو بغيت نمشيو نبارطاجي معكم داك الاجواء ديال السوق، بارطاجي معكم هكا الحواله فين كيتباعوا كيفاش كيتباعوا داك النهار غتفيقي بكري فهمتوا كيقول واحد الجو سبيسيال حيت اصلا حتى العيد حنا راه والله ما عيدناش البنات، راكم عارفين نهار العيد نهار اللي تدفنا المرحوم، يعني دوزنا واحد دوزت انا واحد البنات قالوا لي منى ضعفتي بلاكس دابا راه بديت كنغلط راني راه داكشي اللي دوزت راه ما نعاود لكمش راه يمكن وحده بلاصه راه ما تعاود تاكل الخبز، ولكن الحمد لله وشكر لله بالعكس هادشي كيزيد يقوي من شخصيتي. والتسامح راه ماشي دل حيت بزاف كيقول لك راه دل ما دل، شتو اختي التسامح راه ماشي دل، ولا كنت غادي نسمح لشي انسان اللي غلط في حقي وانا ربحت الرضا ديال الله وربحت بزاف ديال الاجر مع الله سبحانه وتعالى، ما كيهمنيش الدل ديال الدنيا، الدل هو انك الدل هو ان فيه بزاف ديال الحوايج اللي انا اي امراه في الدنيا راه ما غاديش تصبر عليهم ولا راجل ولا، ولكن ملي كتشوفي شي حد اللي باغي يجربك الزريبه كي كنقولوا وباغي يطيحك في الحفره كطيحيه انت ولا كتغدي به قبل ما كيتعشى بك، حيت انا لقيت ناس اللي كانوا باغيين لي الفرق مع داك السيد حيت باغيين حوايج اخرين، باغي كي قالوا لهم بغينا نضحكوا عليها تازا وبغينا نضحكوا عليها الناس، ولكن حبيبه راه ضحكتوا على راسكم حيت ملي كيكون ربي معك حتى واحد ما كيأذيك. المهم هذا ما كان الغزالات ديالي، شوفوا انا راه اختكم واقفه بالحفره، هذا ما كان الغزالات ديالي، غنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد كحمق عليكم ونتلاقاو بالطاقه الايجابيه. السلام عليكم.